يذكر بعض العلماء أن هناك حوض يرده المؤمنون قبل العبور على الصراط، فهل هذا القول صحيح وما دليله؟ ما أعرف له دليل ولا أدري، لكن الحوض ثابت، الحوض من حيث هو ثابت، أما موضعه أنه هل هو قبل الصراط أو بعده الله أعلم، هذه اجتهادات من العلماء تحتاج إلى دليل، لكن إثبات الحوض هذا ثابت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائم يقول: ما هو الجمع بين أن الفردوس